نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وشركات السياحة حقنوا غرفة شركات السياحة قالت إنه هيتم تثبيت أسعار رحلات العمرة خلال شهر رجب بإذن الله دون أي زيادات. ده طبعا خبر كويس جدا ومبشر لكل الناس اللي ناوية إن شاء الله تعتمر خلال شهر رجب. هنعرف مع حضراتكم التفاصيل أكتر من أستاذ أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. عايز أعرف إيه معايير وآليات تثبيت الأسعار بالنسبة لعمرة رجب؟ يعني هل الشركات مثلا قللت هامش الربح؟ الفنادق اللي اتفقتوا معاها هتثبت الأسعار خلال شهر رجب؟ إيه اللي هيحصل؟ صباح الخير استاذ هدير، صباح الخير استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك عليكم. طبعا هو ثبات الاسعار راجع للتعاقدات من فتره بعيده شويه. ثبات الاسعار راجع لفتح الاعداد الموسم ده غير الموسم السابق، كل ده بيخلق منافسه لصالح المواطن المصري. كل ده بيوصلنا ان الشركات تقلل هامش الربح بحيث ان هي تقدر تساعد الفتره ديت المعتمر ان هو يطلع. دي فترة هاي سيزون للمعتمر، فترة مرتفعة بالنسبة. استأذن حضرتك تعلي صوتك شوية علشان نسمع حضرتك كويس. سامعني كده كويس؟ اتفضل. طبعا كل ده بيرجع لتقليل هامش الربح للشركات، والشركات متعاقدة من فترة مش قليلة بالنسبة للفنادق وبالنسبة لرحلات العمرة خلال شهر راتب إن شاء الله. طب أنا أفهم إن حضرتك يعني متعاقد قبل كده على غرف فندقية اشتريتها أول السيزون أول البتاع، ولكن أسعار الطيران أكيد اختلفت لأن هي مرتبطة بالأسعار الدولية. هل ده ما شكلش يعني خسارة على شركات السياحة؟ ولو في خسارة هل أنت بتتحملها؟ يعني كلمني عن برضو التفاصيل اللي ممكن المواطن يسألها. طبعا هي أسعار عالمية وكله ثابت بأسعار الدولار مع الارتفاع. طبعا بعد القرارات السعودية اللي أصدرت خلال يومين إن تقليل التأمين الطبي بما يعادل 145 ريال، يعني حوالي 1100 جنيه، فيمكن ده تساوى أو قلل هامش الخسائر شوية بالنسبة لتذاكر الطيران، فده ساعد إن الشركات ما ترفعش الأسعار على المواطنين. أيوه. مع تقليل هامش الربح برضه. طيب، هل يا فندم تم مثلا منح شركات العمرة عدد معين من التأشيرات فده فرق في مسألة تثبيت الأسعار؟ لا يا فندم، حاليا دلوقتي مفيش سقف للأعداد، وهو حاليا دلوقتي الأعداد مفتوحة، وده برضك خلى فيه منافسة قوية بالنسبة للشركات وتقليل هامش الربح، وده عائد للمواطن المصري. في إقبال على هذا الأمر يا فندم ولا السوق عامل إزاي؟ طمني. الإقبال ضعيف شوية، مش المعتاد طبعا خلال الفترات السابقة في نفس الفترة ديت، بخصوص الأجازات نص السنة مع موسم رجب مع رحلات الإسراء والمعراج وغسيل الكعبة. إنما برضك يعني الأعداد حاليا دلوقتي مش وحشة، نقدر نقول إن النسب 60% 70%. عظيم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالتلدا. طيب.